وأعجبني كتير في فترة ما كنت مع الجماعة، كنت يعني بعجب كتير بالتاريخ المسيحي، وبالتحديد يعني فترة الاضطهاد، وكنت يعني لا كنت كنت باخدها في فترتي المحنة اللي أنا كنت فيها، كنت باخدها سلوى لي، لكن قراءاتي الكتيرة واطلاعاتي خلتني النهاردة أخد، أنا أخدت قرار ده من 6 سنين، أنا تارك الإسلام من 6 سنين أو 7 سنين لأسباب كتيرة. في نشأتي مع الجماعات الإسلامية أو من المؤسسين للجماعات الإسلامية، وأنا ليا حاجات كتيرة في التلفزيون، حتى التلفزيون المصري وعلى وفي الإعلام يعني. الجماعات الإسلامية اللي تربت على نهج الإسلام هم ما فهموش الإسلام غلط ولا حاجة، هم فاهمين صح، هم فاهمين صح وقروا صح، لكن للأسف هم اختاروا الطريق الغلط، هم اختاروا الطريق الغلط وشافوا انت يعني تناقضات كتير في حياتهم وفي الكتب وفي ال وفي ال يعني انا يعني انا بحترم الناس كلها وبحب الناس كلها. دلوقتي زمان كان عندي حاجه اسمها ولاء وبراء، طبعا اخواننا المسلمين وبالتحديد الملتزمين فيهم او ما يسمى بالملتزمين فيهم عارفين يعني ايه ولاء وبراء. ولاء يعني اللي بيحب المسلمين بس، وتحديدا الجماعات بيحبوا الجماعات، كل واحد بيحبوا جماعته، وبراء يعني عداء لكل غير المسلمين. تركت الكره ورحت للحب والمحبة، تركت التعصب ورحت للسماحة، تركت كل ما يغضب الرب ورحت للطريق اللي هو بيحب الرب اللي هي المحبة. استحالة يكون الرب بيرتكب خيانات، بيرتكب جرائم، بيرتكب إرهاب. مفيش مسلم سأل نفسه زي ما أنا سألت نفسي. المسلم السوري أو الليبي اللي بيغرق في البحر المتوسط وبينقذه الإيطالي المسيحي وبينجيه وبياخده في بلده وبيشغله بيصرف عليه، في الآخر المسلم بيفجر له الكافيهات بتاعته وبيقتل له نساءه وأطفاله. المسلم ما فكرش زي ما أنا فكرت إن استحالة يكون الرب أمر، استحالة يكون الرب يأمر بالخيانة، الرب ما عندوش خيانة. فكتير في جعبتي يعني كتير عندي ووقته هيظهر بالأدلة وبالدليل إن الطريق اللي احنا كنا فيه غلط في وقته، والحجة بالحجة والدليل بالدليل. لكن أنا بتكلم دلوقتي على العقل والمنطق. العقل والمنطق يخلوك يا مسلم تفكر زي ما أنا بفكر أو أنا فكرت، زي ما أنا فكرت ورجعت نفسي وتركت كل ده ورحت للحب والحنية والعطف والحرية، تركت القتل. احنا متربين من صغرنا على كره اخواتنا المسيحيين او اي حد يخالف الدين الاسلامي، وده معروف عند كل الناس حتى لو انكروه ده حقيقي، او كنت لكن كنت في صراع داخلي، استحالة يكون الرب بيأمر بكده. انا كنت غير مقتنع حتى لو كانوا أبائي وأجدادي يعني والجماعات وكل والأفكار والكتب كلها بتدل على كده، لكن في تناقض. الفطرة اللي ربنا خلقنا عليها تمنع إن أنا أكون يعني كن أمشي في الطريق ده. ف
فمواقف مواقف كتيرة حصلت. أنا شخصيا تعرضت لمواقف وشفت مواقف خلتنا نتجه للطرق تانية ودور على الأفضل أقربها. يعني أنا كنت بقرأ في الكتاب المقدس، الدكتور رحومة يعني كان بيساعدني في النقطة دي، كنت بقرأ في الكتاب المقدس وكنت في الإصحاح أظن 13 في ففيه في الإصحاح 13 نمت وعيني غفلت، يعني شفت حد منور، في حد نور يعني دخل علي وصحاني من النوم يعني، وأنا كنت قافل على نفس الباب. قال لي قوم كمل ما تقفش، فأصريت إن أنا أكمل وحسيت براحة نفسية من بعديها بعد ما خلصت الكتاب المقدس يعني، وأنا في راحة نفسية وحس بتغيير جذري، حسيت اتنزع من قلبي كل الكره وحط مكانه الحب. احنا في المسلمين يعني غالبا ممكن تشوف منكر، المنكر او حاجه معصيه، ممكن احنا كنا نفسنا واعين في المعصيه، لكن سهل جدا نروح للناس و في حاجه اسمها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. احنا كنا عاملين في الجماعه اللي احنا كنا فيها حاجه اسمها الحزبه، جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكانت المجموعه كانت بتخرج اي حد ماشي مع بنت في الشارع، انا الفتره دي بحكيها عن يعني ممكن واحد ماشي مع واحده بنضربهم هما الاثنين لو هو مش متزوجين او لو معهوش بطاقه او معهوش دليل ان هو دي مراته. احنا مش بنتكلم على الفتره دي، عشان الفتره دي انا سايب كل ده من فتره طويله. يعني انا قرات في الكتاب المقدس يوحنا، فانا قرات يعني وانا باحث يعني بدور ببحث عن عن عن, عن ربي، بشوف الناس التانية اللي هم بيخدموا الرب، انا بحس نفسي يعني مقصر جدا، ونفسي اعمل زيهم، نفسي اسعى لخدمه الرب زيهم ولاقي الفرصه اللي تتاح لي ان انا اخدم الرب من خلال جو مناسب، انا في جو غير مناسب. ياللي عشت في كوره بعيده، ياللي كنت في ضيقه شديده، المسيح بينادى عليك تفتح وياه صفحه جديده. ياللي عشت في كوره بعيده، ياللي كنت في ضيقه شديده، المسيح بينادى عليك تفتح وياه صفحه جديده. دم الفادي طهر قلبك، بصليبه هيغفر لك ذنبك، ده اللي بموته اداك ابديه، اطمن ده يسوع بيحبك. ياللي عشت في كوره بعيده، ياللي كنت في ضيقه شديده، المسيح بينادى عليك تفتح وياه صفحه جديده. مهما يكون الماضي بيوجع، ربك راح يمحيه لو ترجع، هو هيشفي كل جراحك وصلاتك يقبلها ويسمع. ياللي عشت في كوره بعيده، ياللي كنت في ضيقه شديده، المسيح بينادى عليك تفتح وياه صفحه جديده.